يعني احنا عاوزين ناكد قبل ما ندخل على فقره الصحافه، النصائح اللي بتقولها لنا الدكتوره منار غانم الحقيقه لازم نهتم بيها اعزائي المشاهدين، زي ما هي قالت الحرص ربنا يحفظنا جميعا على الطرق ان احنا نمشي بسرعه زي ما تحددها الرجال، زي ما يحددها رجال المرور، الالتزام بالحاره بتاعتنا، استخدام اضاءه الانتظار ده مهم جدا يا جيهان، حتى لو احنا لو في شبوره او هنمشي بالليل بالظبط كده، فربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله سالمين. هننتقل بحضراتكم الى فقره الصحافه، وطبعا هنبداها من اخبار اليوم في عنوانها الرئيسي قضية صد النهضة والملف الليبي، تتصدر مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلمين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري عقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث أكد الرئيس على الأهمية في استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما ويعزز من وحدة الصف العربي والإفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن. أيضا أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعما لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وموضحا تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخما إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. طبعا ده في ظل استقبالنا للقمة العربية اللي هتعقد في الجزائر في الأيام القليلة القادمة. هنتقل بحضراتكم إلى اليوم السابع، ورئيس الوزراء مصر بتبدي اهتماما باستئناف مفاوضات صد النهضة في أقرب وقت. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص مصر على التواصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لاتفاق لسد النهضة يحقق المصالح المشتركة من خلال تحقيق الموازنة بين تحقيق إثيوبيا لأقصى استفادة ممكنة من سد النهضة في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر دول المصب اللي هي مصر والسودان. وتابع رئيس الوزراء في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا إن مصر تبدي اهتماما باستئناف المفاوضات في أقرب وقت بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية. ننتقل لموضوع مهم جدا وموضوع الساعة دلوقتي، هو الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، ومن بوابة جريدة الوطن مدبولي مصر قطعت شوطا كبيرا في استخدام الطاقة النظيفة. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعي وتعزيز الاستفادة من إنتاج مصر من الغاز من التصدير. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بتعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء كبديل عن الغاز في ظل جهود زيادة الطاقة المتولدة من الموارد المتجددة مثل طاقة الشمس والرياح في ذات الوقت، وتحقيق الاستفادة القصوى من تصدير الغاز الطبيعي المنتج المحلي في ظل ارتفاع أسعاره. وقال سفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض استراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035. إن شاء الله هذا ما نتمناه. هننتقل بحضراتكم إلى جريدة الشروق. جبالي بيستقبل رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان. استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مقدما التهنئة لها على توليها لرئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، ومؤكدا على ثقته التامة في السادة أعضاء المجلس في الاطلاع بمهامهم الوطنية. وأكد رئيس مجلس النواب على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات، وتعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان. جزء لا يتجزأ من الموضوع اللي فات عن حقوق الإنسان، ويمكن دور الشرطة في هذا الموضوع من الأدوار المهمة جدا على اعتبار مع التحديث بقى لدور الشرطي في مصر وعلى مستوى العالم في حاجة اسمها دور مجتمعي
وهذا الدور يمكن برز في هذه الفترة. من بوابة الجمهورية أمن القاهرة بيوزع آلاف النسخ من تنظيم الدستوري لأداء الأمن على المواطنين. وزع قطاع حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة صباح اليوم صباح أمس بقى الثلاثاء آلاف النسخ الورقية من كتيب صغير حمل عنوان التنظيم الدستوري للأداء الأمني، الكرامة والعدالة للجميع. وبحث المواطن على معرفة أو بحث المواطن على معرفة حقه أو يعني نقدر نقول حق المواطن دستوريا من الحريات المكفولة له والضمانات اللي بتكفل له التمتع بالمكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. طيب. يشمل الكتاب طبعا أهم النصوص الدستورية المتعلقة بالعمل الأمني بجوانبه طبعا المختلفة. طيب يمكن العنوان الرئيسي في هذه البوابة اللي احنا هنركز عليه دلوقتي اشتراطات دخول الأراضي المصرية من المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية. شددت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على تطبيق اشتراطات جديدة لمن يرغب في دخول الأراضي المصرية من المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية، والتي من بينها حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين على أن يكون هناك أو اتخذوا الإجراءات الاحترازية اللازمة من فيروس كورونا، من ضمنها طبعا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصري. تمام. معنا برضو في موقع البوابة خبر مهم جدا، الرقابة المالية تعفي راغبي اقتناء الوحدات السكنية بنظام الإيجارة من سداد المقدم. أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 12 لسنة 22 وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على إجراء تيسير جديد للمواطنين لراغب الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإيجارة بإعفائهم من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ الهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري إلغاء الدفعات المقدمة سيسهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإيجارة. ومعانا اليوم بالحقيقة خبر من بوابة مصر اليوم، وكان هذا الخبر يعني مثار على الفيسبوك والسوشيال ميديا على اعتبار انه كان في جدل كبير جدا حوالين ان كان في قرار بمنع النساء دون سن الأربعين من الإقامة، ولكن هذا الخبر تم نفيه وزارة السياحة. تم نفيه من وزارة السياحة من خلال نائب وزير السياحة والآثار غادة شلبي. الخبر بيقول لا قرار بمنع النساء دون سن الأربعين من الإقامة من الفنادق بمفردهن. وقالت يعني نائب وزير السياحة والآثار أنه طبعا لا يوجد سن أو جنسية أو نوع أو قرار أو قانون أو شيء يعني تمام. يحدد أو يعني وزارة السياحة نفت هذا الخبر باختصار بمعنى أصح. طيب معنا من روزا اليوسف الرعاية الصحية وفد من الجايكا يتفقد منشآت الهيئة بالأقصر ويشيد بجودة الخدمة الطبية. زار وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولي جايكا عدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر لاستطلاع مؤشرات العمل الحالية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبحث سبل التعاون في مجال الدعم الفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وفي غضون الزيارة أشاد الوفد بمستوى الخدمة الصحية المقدم للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالأقصر، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحي الشامل. ننتقل خبر بالأخبار المهمة أيضا من بوابة الأهرام. وزير التنمية المحلية بيبحث مع وفد الأمم المتحدة في مصر التعاون في برنامج تطوير الريف المصري حياة كريمة، حيث استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وأيضا الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة بأن يأتي اللقاء لمناقشة وبحث التعاون ووضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن برنامج تطوير الريف المصري. طيب.